حليت اسئله اس اي تي انجلش كتيره جدا ولسه برضه مش فاهمها. انا مستر يوسف احمد انجلش انستراكتور في نفهم باي تايرو، وجاي النهارده اقول لك على تيبس اند تريكس فور اس اي تي انجلش. من ضمن اسئله الرايتنج اند لانجويج سؤال اسمه ريدندنسي، ان اور تيب فور ذس فيديو از شورتر از بيتر. بص كده على السؤال اللي قدامك هتلاقي سايملتينيسلي هي ات ذا سيم تايم، انت بتغير الجزء اللي تحت خط او بتخليه زي ما هو. ما دام سايملتينيسلي هي معناها ات ذا سيم تايم، ممكن نشيل ات ذا سيم تايم، وزي ما انت شايف الاجابه هتبقى دي. لو عايز تعرف اكتر ابعت لنا رساله على الفيسبوك او زور موقعنا nafhambytyro.com.